In the next, in this video, we will continue answering the questions about module 3 opportunities 2. في الفيديو ده هنكمل حل الأسئلة اللي في نهاية module 3 في تاني اعدادي grammar. الجرامر اللي كان موجود هنا احنا شفناه كان present perfect و present perfect continuous و past simple و past continuous. Number 56 في لوباتير. What time do you usually has what time do you usually have lunch هتبقى no article excellent lunch هنا علشان lunch دوت generally ما فيش قبل منه adjective ومش lunch محدد يبقى ده indefinite يبقى ما فيش خالص no article number 57 Krollus how mean article artists have you good Antes have you got how many no article طيب احنا ليه هنا قلنا no article لما قول how many اولا how many دي بيجي بعدها ايه جي بعدها antes antes دي جمع مش كده plural طيب plural ينفع ان احنا نقول قبل منه ينفع ان انا اقول an طيب هقول ذا ليه؟ مفيش حاجة تستدعي ان هو ذا. ثانيا هاو ميني؟ ميني بيجي بعدها الاسم البلورال على طول. يبقى هاو ميني أنتس. نمبر 58 ابراهيم هاف يو سين ليتست جيمس بوند فيلم؟ ذا ليتست جيمس بوند فيلم علشان آخر فيلم لجيمس بوند ده معروف مش يبقى لازم نستخدم ذا. Number 59 Nirvana I am collecting money for Suzanne's present أقول A ولا an ولا the ولا no article no article يبقى I collect money دي طيب هنقول عاوزين نفهم ليه ما قلنا money ما قلناش لا A ولا an ولا the هنقول money دي uncountable كمية والكمية ينفع ان انا اقول قبلها A او an ما ينفعش وما فيش حاجة تستدعي ان انا استخدم ذا لانه مش معرف. طيب نمبر 50 نمبر 60 نرمين. I hope you have a happy birthday. I hope you have a happy birthday. Excellent. 61 ماريز A hairdresser is a person who cuts hair. No article. No article. طيب ليه هنا قلنا no article؟ احنا قلنا مع hair ديت فيها حاجتين. ممكن اقول او an ديت استخدم معاها اعتبرها countable وممكن اعتبرها uncountable اذا كنت بتكلم عن شعر اللي في راس الانسان. وهو هنا بيقول ايه؟ A hairdresser الحلاق هو الشخص اللي بيقص شعرنا، شعرنا اللي على راسنا يعني مش الشعرايه اللي واقعه على التيبل. يبقى هنا uncountable noun يبقى no article. طيب بعد كده 62 can I have apple please Krollus an apple excellent تفاحة من التفاح اللي قدامك ده طيب number 63 did you see news on television last night ذا did you see the news هي ايه هي الاخبار الاخبار بتاعت ليله امبارح يبقى الاخبار كده كلمه last night خليتها معرفه الاخبار بتاعت امبارح اوكي نمبر 64 the fastest animal in the world is cheetah the is the cheetah اوكي Number 65 can you speak Russian? No article. No article. Excellent. اللغات لا تسبق بأي أداة خالص. 66 would you like cup of tea? A cup of tea. Okay. Thanks. Excellent. نرمين. 67 do you have to wear uniform to school? A uniform to school. طيب نقف عند دي شوية. احنا قلنا a uniform
سامع نيرفانا بتقول اليو فاول ليتر. اقول لك ايوه يو فاول ليتر، بس هي هنا احنا نطقناها ولا نطقناها يو؟ نطقناها يو. لما اليو تكون في الاول وننطقها يو يجي قبلها نعتبرها كونسونانت ليتر. لكن اليو لما تيجي في امبريلا نطقناها امبريلا، يبقى في الحاله دي اعتبرها فاول او الام امبريلا. يبقى هنا يونيفورم اكسلنت. نمبر 68 مروان لوكس هابي، هي ايتنج هيز فيفورت فود، has been eating. طالما في eating يبقى has been excellent. Number 69, sorry for coming late. I stopped to help old man on my way. Who? مين اللي هيجاوب؟ ماشي في البطير. لما اقول هنا help an old man. Good. طبعا انا وقفت علشان اساعد راجل عجوز، راجل عجوز من الرجال اللي ماشيين في الشارع. طيب هنا old بدأت ب O، يبقى ما ينفعش ان انا اقول old، لازم نقول an old man. اوكي after this number 70 ابرام، she is in bathroom. In the bathroom. برافو. طبعا bathroom اللي في الشقة. She is having بس طبعا احنا قلنا have يجي بعدها noun يبقى اوكي after this. في اسئله ثانيه؟ انا السؤال بتاعي في واحد عمل لي واحد والتاني عمل لي اثنين والثلاثه انا كوف انا على طول هنواصل. ابو كريم هي بتاعت ايه؟ هي بتاعتك ايه؟ انا بعد كان بسجل بعد كده نمبر كام؟ 71. Who will read? Does the villa have swimming pool? Okay, هنا a swimming pool. هل الفيلا فيها a swimming pool? After this, it's جملة إيه؟ Who read it? Is this the an a no article apple or a pear? أبل نقول إيه؟ ولا أن أبل؟ أن أبل. نمبر could you tell me what time is please؟ مين اللي هجاوب؟ هنقول إيه؟ ده السؤال اللي بيسأل عن الساعة اسمه what is the time please؟ اسمه إيه؟ what's the time please؟ what's the؟ يبقى هنا هنختار إيه؟ the. طيب after this we stayed in hotel in Rome. hotel زي okay. طيب hotel هي روم دي ما فيهاش غير الهوتيل بس اللي انت نزلت فيه ولا في فندق من الفنادق اللي في لندن؟ يبقى a hotel in a hotel. وهنا برضو هنرجع كده ملحوظة ليه سامع نرمين بتقول احنا كنا شرحين ال H دي لما تيجي في الاول ممكن استخدم قبل منها an. نقول احنا كنا بنقول زي كلمة اور، كنا بنقول اور ولا ان اور؟ ان اور، علشان الاتش هنا كونسنانت سايلنت كانت حرف صامت ما بيتنطقش وبننطق بعديه الاو، علشان كده كنا بنقول ان اور. لكن هنا كلمة هوتيل بننطق الاتش هوتيل يبقى هوتيل. طيب نمبر 50 75 is Brazil largest. مين اللي هيجاوب؟ عندنا طبعا الصفة largest انتهت ب est underline largest دي superlative صيغة تفضيل يبقى على طول the. is it easy؟ okay after this Brazil is country in South America. هنا بقى البرازيل is a large ولا the large ولا large ولا largest country in South America. هنقول ايه؟
A large. طيب ليه هتقول لي ليه قلنا large واللي قبلها كانت largest؟ أقول لك ما أنت قلتها هي اللي قبلها كانت largest يعني superlative. لكن هنا أنا بقول a large country يعني دولة كبيرة. ما فيش هنا ما دخلناش على مقارنات ولا superlative ولا حاجة. After this, where is exit door please? Where is exit door please? Exit door اللي هو ايه؟ باب الخروج من المكان ده. هنقول ايه؟ ذا. ذا علشان exit door هو لما وانت في المترو بتقول واحد فين باب الخروج، معروف ان هو باب الخروج بتاع المحطة دي مثلا، يبقى where is the exit door please. Number 78, a bank ولا the bank ولا bankers ولا the bankers is closed just now. The bank. نقول ايه؟ The bank is closed just now. احنا بنتكلم على بنك واحد معرف اللي انت رايحه مثلا، يبقى هقول the bank. طيب number 78, it's raining, take umbrella with you. مين اللي هيقول ديت؟ ماشي رام. An umbrella. طب ليه ما قلناش هنا زي يونيفورم اللي قبل كده؟ علشان هنا اليونت انا امبريلا زي حرف الاي قريبة منها فهي فاول. طيب can I have orange please؟ ام ذا نو ارتكل ام اوكي. طيب ليه هنقول ام هنا؟ علشان اورنج دي بدأت ب فاول اللي هو او. طب ما احنا ليه ما قلناش نو ارتكل؟ احنا كنا فاكرين كنا بنقول مع اورنج نو ارتكل، بس نو ارتكل مع اورنج لما نكون بنتكلم عن اورنج as a color كلون، يبقى نقول اورنج على طول. I like orange, I don't like red، يبقى اورنج هنا لون. لكن هنا انا بتكلم على برتقانة للاكل، يبقى دي countable. طيب بعد كده نمبر كام؟ 81. I'd like ولا an ولا no article ولا a few ولا large coffee please. طيب برافو. A large coffee please. طيب هنقول هنا احنا ليه قلنا ما قلناش no article؟ هقول لك علشان كافي هنا مش المقصود بها البن كمادة خام بنعمل منها القهوة، ده كافي هنا مقصود بها فنجال قهوة، علشان كده جه قبلها لارج. لارج كافي يعني فنجال قهوة كبير، يبقى في الحالة دي نقول لارج كافي. طيب after this number، وصلنا نمبر كام؟ 82. تقول ايه؟ 82. Where is dog? Don't worry, it's in the garden. وانت داخل كده عند واحد تقول له هو فين الكلب بتاعك؟ خايف منه. برافو نرمين. Where is the dog؟ يبقى where is the فينكم؟ Where is the؟ Where is okay okay sorry for الصورة بس طلع مش واضحة قوي. Sorry for being late to answer. Number 83. I saw interesting film about tsunamis last Sunday. طبعا هنا interesting film يبقى نقول ولا ام برافو علشان interesting بدأت vowel letter. وبعدين ده فيلم شيق من الأفلام كلها اللي اتعملت على تسونامي، يعني واحد من مجموعة يعني. Number 84. There is bank on the corner of my street. Let's go there. لما أقول في بنك هناك في الكورنر، في بنك، بنك من البنوك كلها اللي موجودة في المنطقة، يبقى إيه؟ يبقى there is a bank on the corner. بعد كده كرولوس كده ما تقول لنا حاجة. 85. Does your house have garage? برافو. But raise your voice. ارفع بس صوتك علشان يبقى clear. A garage. طيب where is your dad? He's in garage fixing the car.
ماشي ماري، اذا نقول ايه ان ذا جراج، فين باباك؟ هو في الجراج، الجراج اللي موجود اللي في الفيلا بتاعتنا. يبقى هنا هنستخدم ايه؟ ذا. طيب after this who is girl with your brother، مين البنت اللي مع your brother؟ البنت كده معرفة ان مع اخوه، يبقى who is the girl. after this وصلنا كده النمبر كام؟ 88. فاضل كام جملة؟ جملة واحدة؟ لا، في how many، how many children can you see؟ I can see two boys and a girl. A girl عشان هي بنت واحدة، فبنت واحدة هنا يبقى هنقول معها a girl. طيب 89. I have done، رجعنا تاني للtenses، have done، have been doing، has done، am doing 5 exercises. هنستخدم ايه؟ have done. now quiet ready for end. ليه هنا استخدمنا have done؟ ماشي، علشان هنا 5 exercises عدد مرات حدوث الفيرب، يبقى ما نستخدمش present perfect continuous. دي كده الاسئله اللي تشوز على الجرامر بتاع opportunities 2 موديول 3. اتمنى ان احنا نستفيد منها الاستفاده الكبيره. استراحة قصيرة a short time and we will be back with rewrite questions. هنرجع حالا مع rewrite questions. goodbye for now.